السلام عليكم. عليكم السلام. مناظرة سيكون عجيبة، يا سلام عجيبة، يا سلام مناظرة سيكون عجيبة، يا سلام. استسميح لأن قلت في الفيديو السابق أن المرسوم جوز، يعني سقط سهوا فقط، جوز 11622 يعني نشر في الجريدة الرسمية يوم 27 دجنبر الجوان. استسمح الخطرات راه بعض، يعني التواريخ تسقط سهوا لأنني لا أقوم بإعداد، يعني الفيديو اللي تنشر ما تنقومش بالإعداد ديالو المسبق، فقط تنكون مباشرة نبت لكم داكشي يعني تنبارتيجي معكم داكشي اللي عطى الله مباشرة من القلب إلى القلب، تنسجلو. عفوي. إذن ملي تتولي تعرف ما يدور في الكواليس وكيف تعالج الأمور، يعني داك الشي تيولي عندك، يعني بحالا تتعاوج شي حجاية، بحالا تتعاوج شي حجاية عاودها عليك جداك. ندوزو قبل ما نعرج، دائما خاصني نحيي الشرفاء والشريفات الأحرار والحرائر اللي فعلا ساندونا ودعمونا وباقين لحد الآن يساندوننا ويدعموننا وتيآمنوا تا هما معنا بنبل القضية ديالنا والمشروعية ديالها. هذا هو اللي تيخلينا، يحفزنا كمحفز باش تنواصلوا النضال اليومي، ماشي بحال لي سيزوني، ماشي بحال لي تمشاو تيليكوموند او ريموت كونترول. يعني تنآمن بحجم الحيف، الظلم حقارة، فعلا حقارة، تيحقروا على البشر. الشيء اللي قلت لك السلام عليكم السلام، مناظرة سيكون عجيبة، يا سلام عجيبة، يا سلام. في جميع القرارات اللي تجي اللي صدرت وتصدر وستصدر ليست عشوائية، لأن ذوك اللي يعني تيتسابقوا أي حدث وقع تيبغوا يركبوا عليه وتيبداو، ما تيهمهم غير البوز وتحقيق نسبة المشاهدة فقط. طلع بعض الإخوان والأخوات يعني ما عارفينش يعني العمق ما يجري في الكواليس، فبمجرد ما يكون شي حدث كل شي تيبدا تيهضر عليه، ولكن تيهضروا غير على القشور، تيخلوا اللب والصلب الموضوع.
انهم ما واصلينش للاعماق ديال المشكل اللي كاين. بالنسبة للحدث الأخير دي تار واحد الضجة كبيرة، وهو ديال التصريح ديال السيد شكيب بن موسى الوزير الوسيع للقطاع، للإشارة السيد شكيب بن موسى اللي جا وتولى المهام ديالو على رأس وزارة التربية الوطنية، اللي هي وزارة جد حساسة، بلا ما نقول شي حاجة أخرى، جد حساسة. الجميع كان ينشد وينتقد، ينشد من جهة وينتقد من جهة أخرى، يعني الأوضاع المزرية اللي وصلت لها المدرسة العمومية، وينشدون أن تتحسن الأوضاع في المدرسة العمومية، وأن تكون هناك نهضة للمدرسة العمومية. إذن بما أن الجميع متفقون جملة وتفصيلا على أن المدرسة العمومية تكون يعني يرجع لها الإشاعة ديالها، تكون واحد النهضة تعليمية فعلا لدرجة الأهمية ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم بصفة عامة في البناء ديال الأجيال ديال المستقبل. فبما أن هذه المهمة يعني تم توليها إلى السيد شكيب بن موسى، فخصنا نخلو الراجل يشتغل حسب النظر ديالو في معالجة الإشكال ديال التعليم وكيفية النهوض به وإخراجه من عنق الزجاجة. فهاد الزوبعة اللي أثيرت حول تحديد السن ديال الشروط يعني المشاركة في امتحان أو المباراة ديال ولوج مراكز التكوين، فالمعظم ما هضرش على التغيير اللي جاء في هذه المباراة، وهو الأطر النظامية. واحد نظر عليه، ما بغي ينتبهوش ليها أصلا، بغي ينتبهوا لها الناس اللي متمرسين واللي عارفين ما هو الفرق بين الأطر الأكاديميات والأطر النظامية للأكاديميات. خصنا كل واحد نعطوه الحق ديالو، تعرفوني أنا تنهضر صريح، لأن الصراحة راحة كما تيقولوا. فمن نشوف بأن المسمى قد تغير، يعني كاين هناك انفراج بالنسبة للملف ديال الأساتذة الذين يصطلح عليهم، الذين فرض عليهم التعاقد، أو أطر الأكاديمية. فهذا الموضوع ديال الأساتذة المتعاقدون أو أطر الأكاديميات تعاقبوا عليه ثلاثة ديال لحد الآن، ثلاثة ديال الوزراء، السيد بالمختار اللي جاء بالتعاقد، الزمن ديالو جاء التعاقد، التعاقد للإشارة، يعني راه نزلو قام بتنزيله
من تنقولوا التنزيل لا خصكم تفهموا شنو هو التنزيل، يعني جاء باش ينفذوا استاذ سي بن كيران. جاء التعاقد من بعد الضجة اللي وقعت إلى آخره، جاء في العهد ديال السي أنزازي وحسنوا العرض، حسنوا أنا ذلك العرض، تم تحسين العرض، كاين تجويد وكاين تحسين، تحسين العرض، وجا واحد النظام الأساسي اللي خلقوه ديهم ديال الأكاديميات اللي هو الأطر، حيدوا بدلوا ذاك غيروا او بدلوا الى اخره او نسخوا تعاقد، داروا الاطر الاكاديميات، اطر الاكاديميات لاشاره هنا يعني يؤطر بقرار من مدير الاكاديميه، ديما تنبقاو حنا في التعاقد، هذا في شبه التعاقد وصافي، لأن حتى التوظيف الجهوي باقي ما توضعش ليش الستاتيو ديالو اللي هو واضح وجلي وبين. في العهد ديال السي شكيب بن موسى كاين تجويد ديال العرض، أن من جهة هذه المباراة ملقيناش أطر الأكاديميات، لقينا أطر النظامية للأكاديميات، من تنقولوا النظامية هذا يؤطرها يعني مرسوم حكومي يعني من رئاسة الحكومة، وعليه في تيكون هنا يعني تيولوا ما تبقوش تابعين للقرار ديال مدير الأكاديمية، بل تيقولوا تتبعوا للقرار ديال وزير التربية الوطنية، وهذا راه تجويد للعرض، يعني تحسنت الأمور زيادة، أن الأطر الأكاديميات تختلف عن الأطر النظامية، تنقولوا الأطر النظامية أضافت لها بزاف ديال الامتيازات، من بين هذه الامتيازات مثلا يعني تيولوا تابعين للصندوق المغربي للتقاعد، وهذه راه ميزة وامتياز، يعني المسائل تاني تحسنت بالنسبة للإلحاق، بالنسبة للانتقال، بالنسبة للإحالة على الإيداع الإداري، بالنسبة للترقيات، إلى آخ إلى آخ إلى آخ، فهناك تجويد للعرض، هذا الشيء اللي مشار ليه حتى شي واحد، ركزوا فقط على الشرط اللي تم تنزيله ديال 30 سنة من أجل ولوج مراكز تكوين أطر النظامية للأكاديميات، مابقاوش نفرق، خصنا نفرقوا بين الأطر الأكاديميات وأطر النظامية للأكاديميات، حتى لأن بعض القنوات راه باقا مفاهماش بعدا هذا الفرق، وباقا دائما تقول أطر الأكاديميات، وعبر البلاغ اللي جاء من أجل تنظيم المباراة ديال يعني ولوج مراكز التكوين الحالية ولات أطر النظامية للأكاديمية. اللي نعرج إلى ذاك الشرط ديال 30 سنة اللي أثار ضجة ورجة،
هذا الشخص ديال 30 سنة فعلا يقصي الآلاف المؤلفة من المجازين على يعني على حقهم المشروع فعلا في اجتياز هذه المباراة. ولكن هذه الرؤية الاستراتيجية، تيقول لك رؤية استراتيجية اللي توضعت في 2015 باش تبدا من 2015 إلى 2030، فمن خدا الضوء الأخضر السيد شكيب بن موسى باش يتولى يعني المهام ديالو على رأس وزارة التربية الوطنية اللي تغير المسمى ديالها، ولات وزارة التربية الوطنية التعليم الأولي والرياضة، قطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، يعني راه خدا جميع الصلاحيات اللي تخول ليه باش يبلغ الهدف ويحقق يعني جميع الأهداف اللي جات بها الرؤية الاستراتيجية. فنعرفوا بأن هذه الرؤية الاستراتيجية كان خاصها تبدأ من 2015، الآن ما غتبدأ حتى 2022، هذا يعني أن هناك واحد تأخير التنزيل ديالها، خاص تكون واحد لاكسيراسيون. إذا شكون اللي غيقدر يقوم بها؟ داكشي علاش ما عطاوهاش لشي واحد يكون عنده يعني كمنصب سياسي محض، كان ممكن ياخدوها يعني حزب، ويضيفوا الواحد من حزب الأحرار مثلا، ليكون هو يعني مارس الحياة السياسية إلى آخره. ولكن تنعرفوا احنا السيد شكيب بن موسى رغم انه يعني لابد باش يتولى المهام ديال كوزير لهذه الوزارة ديال التعليم، لابد ان يعني يكون تحت عباءة الحمامة. ولكن تنعرفوا بأنه رجاء من أجل التنزيل والتدبير هذه المرحلة الجد حساسة، خاصة كفاءة لتكون ملمة بالتنزيل ديال الرؤية الاستراتيجية مع القانون الإطار، وأيضا النموذج التنموي اللي كان خاصه ينطلق في 2021 هو تعطل بسنة، أن النموذج التنموي هو خاصه كان 2021 2035. إذن بما أن السيد شكيب بن موسى هو اللي وضع النموذج التنموي واللي عارف هاد الخبايا ديال هاد الرؤية الاستراتيجية، داز من المجلس الاجتماعي والاقتصادي إلى آخره، فهذا الاختيار كان في بالنسبة لي أنا تنشوفه في المحل ديالو، بأن الكفاءة بهذه القيمة هي الوحيدة اللي ممكن يعني تنهض بهذا القطاع ديال التربية والتعليم. ربما تكون هناك بعض القرارات اللي تتبان هي جد صعبة ومؤلمة للكثيرين، ولكن المرحلة الحالية والمصلحة العامة تستدعي باش ياخذوا مثل هذه القرارات الجريئة، جد جريئة ماشي غير جريئة، أن مثلا التعليم
باش نهضو به لا بد من اتخاذ قرارات اللي هي جد جريئة، ولا نخفيكم يعني أن هذه القرارات كانت موجودة أصلا قبل. السيد شكيب بن موسى جاء لينزلها، يقوم بتنزيلها، ماشي قرارات عشوائية ولا قرارات وليدة اللحظة إلى آخره، كما يدعي الناس اللي مفاهمينش مزيان الأمور كيفاش تدبر. فهو جاء من أجل التنزيل والتدبير، باش يجي من أجل التنزيل والتدبير راه خاصو خدا الصلاحيات الكافية من أجل تدبير المرحلة وتنزيل ما يجب تنزيله. احنا ما نتمنى كمتضررين من الترقية ديال المرسوم 2019504 اللي كان نزل المخرجات ديال الحوار الاجتماعي ديال 25 أبريل 2019 في شقه اللي متعلق بالملف ديال من يسمون أنفسهم ضحايا النظام، اللي الكل غيب الفئة الأصلية اللي كانت والأساسية اللي كانت متضررة واللي كانت هي اللي تتوفر على جميع المعايير اللي على أساسها تم الاعتراف بالملف أصلا ديال ضحايا النظامين. وكيفاش قاموا بالتحايل وبفبركة الفئة اللي هي كانت أصلا غير متضررة وربما متضررة، والفئة اللي كانت ضحية ومتضررة قاموا بالإقصاء ديالها، حتى أن من وصلنا المظلومية إلى السيد وزير التربية الوطنية السابق السيد أمزازي سعيد، وبحث في الموضوع وتبين واقتنع بأن فعلا هذا الملف ديال الناس اللي تقاعدوا قبل من 2012 اللي كانوا تقساو، أن هذا الملف فعلا ملف جديد إضافي مختلف تماما عن هذا الملف اللي كانوا يسموه ضحايا النظامين، وأن الملف ديال ضحايا النظامين تم طيوه بناء على الاقتراح ديال النقابات، لأنه فهم الفيلم كيفاش تركب، ولكن جا داك الشيء متأخر. كان هذيك الساعة المرسوم كان صدار، واللي ترقى ترقى، واللي تحينات الوضعية ديالو تحينات إلى آخره. فاعترف هذاك الشيء، علاش اعترف رسمي؟ بأن كاين 10200 وجدهم فعلا كاينين متقاعد ومتقاعدة جميع العفو جميع 2003 إلى 2011، لأن فعلا كانت اللوائح ديال المعلمين اللي تقاعدوا بالسلم التاسع اللي كان خصهم يترقاو استثنائيا بالمادة 112 من 2003 إلى 2007، ورغم ذلك رغم أنهم كانوا مترقين لوائح ديال الترقي ديالهم يعني صدرت وخرجت قبل ما يتقاعدوا بأكثر من 3 سنوات، كانوا يعني طبقوا فيهم الكوطة وقاموا بإقصائهم وبإجبارهم على التقاعد بالسلم التاسع. فتفاجأ بأن كاين هناك بعض كاين اللي قاعد بالتاسع، لأن تفاجأ نحن بدورنا بأن هناك من تقاعد حتى بالثامن بعد 42 سنة. تنعرفوا احنا باش يعني تقوم بجبر الضرار ولا بالترقية ديال الفئة اللي هي تقول بأنها متضررة إلى آخره، وهي
عند السلم التاسع عند 6500 درهم 6000 درهم إلى آخره، وتقول لك متضررة، فلا بد باش نكونوا بإنصاف مثل هذه الفئة، لا بد خص ما يبقاش عندنا شي حاجة اسمها التاسع. مش واحد قاعد بالتاسع مثلا، داكشي علاش قال استغرب من شاف الحقيقة وكشف على الحقيقة وعرف الحقيقة بتفاصيلها، قال استغرب أن هناك من بقي يتكلم عن السلم التاسع. ولكن تفاجأ بأن هناك فعلا لوائح ديال المعلمين السابقين، كاين اللي تقاعد ب 42 سنة ديال العمل بالتاسع، 42 سنة بالثامن، وكاين اللي تقاعد بالتاسع رغم أنها كانت ترقية استثنائية، وكان ترخيص استثنائي أول من 2003 إلى 2007، كان خصهم يترقاو خصوصا المتقاعدين، ما خاص تطبق فيهم الكوطة، وكان خصهم يترقاو أوتوماتيكيا، يعني أوتوماتيكيا. ف يعني هذاك الشيء علاش اعترف رسميا وقال صراحة أمام البرلمان ونواب الأمة والجميع، راه سمع داك الشيء وباقي الفيديوهات لحد الآن، يعني تشهدوا على هذاك التصريح الرسمي ديال السيد الوزير السابق اللي كان مسؤول على القطاع، السيد أنزازي سعيد. فمن هنا نعرج على يعني العجعجة اللي واقعة الآن، اللي هي فقط من أجل تحسين ترتيب الملفات ذات الأولوية، وكلهم راتي يعني تضربوا على الملفات ديالهم باش يكونوا ضمن الملفات التي ستكون لها الأولوية في المعالجة خلال السنة ديال 2022. أن هذه الملفات العالقة ستعالج ولكن عبر سنوات. إذا نكتفي بهذا القدر المداخلة البسيطة حتى لا نقول شيئا آخر، ولكن ما يثير حفيظتي هناك بعض الاتكاليين، البعض اللي تيبغوا خص وحدين اخرين اللي يضحوا، وحدين اخرين اللي ينوبوا عليهم، وحدين اخرين اللي يدخلوا السجون بدلهم، هما خصهم فقط تيديروا بروسهم مطورين الى اخره وياكلوها بارده، وحتى يترقى الجميع حتى هما تيترقاو الى اخره. فهادو حتلات، حتلات فعلا ديال الانتظاريين، ديال أصحاب النضال بالوكالة، فبئس مصيرهم، ومصيرهم دائما سيكون مزبلة التاريخ. إن الإنسان اللي تيكون محقور تيكون مضرور ومظلوم، متيقدرش يدافع جهرا عن حق ديالو ويبقى يدافع عليه حتى ياخده، هذاك تنسميه يعني الموت ديالو احسن من الحياة ديالو، فهو يا حي ميت فلا جدوى منه. وتحية دائما للرجال والنساء أحرار الحرائر، صبحوا على خير.